هما بالنسبه للافلام القصيره يعني كاين بزاف ديال القنوات اللي كيديروا افلام قصيره، ولكن ما غاديش نسميه افلام قصيره حيت ماشي اي واحد صور واحد الفيديو تيتسمى فيلم قصير. فيلم قصير عنده مقومات ديالو، سيناريو، كتابه، تصوير، اخراج، بزاف يعني كاين بزاف اللي كيديروا، ممكن قليل اللي يتقن داك الشيء. يعني حنا في المغرب كاينين قنوات قليله اللي كتقن داك الشيء وكتحطو بالمقومات ديالو كيف ما خاصها تكون. الصراحه باقي ما بانش في التلفازه المغربيه. ايه والله يهديهم علينا. المهم كيف ما تنقولوا للشعب تيمشي درجه درجه، ما يمكنش اي نقذ واحد النقيضه الا المهم عافي الخبايا. الحمد لله حنا غاديين درجه درجه باش نتقاتلوا على المستقبل ديالنا، وان شاء الله كانت واحد التجربه اللي غتكون في التلفازه المغربيه ان شاء الله. 100 مليون الا بغيتي دير فيلم مغربي، الا تعطات الزريقه باش يدير فيلم قاطع شنو يقدر يدير ليه؟ اصنع شي حاجه اللي اشكون الخيال العلمي وغنصدم بها الببليك كامل، حيت الافلام كاملين اللي الحمد لله كنديروا واللي كيلقاو اعجابات اللي بالملايين الحمد لله اللي باعتراف المغاربه كاملين، ماشي يعني نقول المحتوى ديالي زوين ولا هذه، الحمد لله باعتراف الشارع المغربي يعني وليت تكون بواحد لو مونطون اللي صغير هو ما تيفوتش ربما 5000 درهم. اكثر فيلم عندي انايا يعني خسرت فيه 4000 درهم، واكثر فيلم في البيجي يعني 100 مليون اللي غادي نقدر نحط بها شي حاجه لي لا شو صدق راي زريقه في القيده غيتا ونيطا. مسلسلات تركيه تعاد وتعاد من اجل المال، يعني دوك الناس المهم خدامين بواحد الطريقه. انا ما تنتفرجش داك الشيء، ولكن تيطلعوا لي بعض الفيديوهات في تيك توك فيسبوك وبعض المرات تنكون هابط تيطلعوا لي تنشوف داك الشيء. المهم المغاربه ولاو عارفين يعني الحمد لله الشعب المغربي واخا هكاك تعيق يعني ولو عارفين شنو بلادهم شنو الغرض ديالهم من داك الشيء. اما اللي باقي تيتبع داك الشيء لا حول ولا قوه الا بالله يمشي يشوف شي طبيب نفساني. في الحقيقه الشيء اللي تيضر الفنان المغربي بصفه عامه وتيضر الاسره المغربيه، حيت يعني واحد الناس اللي عطاو في الفن المغربي شي حاجه اللي كثيره وعطاو بزاف وتيتعرضوا لبحال هذا الشيء فهو حشومه يعني خاص التفافه من المسؤولين لهاد العائله ديال الميغري اللي عطات بزاف الفن المغربي. الفن في المغرب من ناحيه شنو؟ فيه وفيه الحمد لله كاين بزاف الحوايج زوينين، يعني كاين انجازات كبيره لا من سعد المجرد لا من دنيا باطمه لا من بزاف الفنانين في الميدان الغنائي. ايضا في المجال السينما والتلفازه كاين انجازات كبيره، كنشوفوا ممثلين مغاربه كيشاركوا في افلام عالميه. تيبقى خاص الفيلم المغربي يطلع، حيت باقي الفيلم المغربي ما خداش داك الانجاز ديالو الكبير، باقي ما وصلش لواحد لو نيفو اللي كبير بزاف باش الناس حنا العالمي علاش لا؟ ما دابا هما عندهم عقل حتى حنا عندنا عقل، غير خاص الثقه في الكفاءات المغربيه. اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، واللي قال فلس يتسنى النوبه. مجموعتنا الحمد لله كانوا بزاف المجموعات حتى شي وحده ما كملاتش، يعني قليل. الحمد لله احنا مجموعتنا دابا المده ديالها 3 سنين وهي غاده، ولكن هذا بفضل القوانين اللي عاطي مجموعتنا، حيت مجموعتنا واخا كتجيبوها الناس من بعيد زوين تحت النشاط، ولكن عندنا قاعدة ما تنديروش هذه القضية. الناس اللي كيبغيوني كنحبكم وكنموت عليكم بسببكم زريقة باش واصل وبسببكم باش غادي نزيد القدام، حيت الدعم ديالكم هو أهم حاجة بالنسبة ليا. الناس اللي ما كيبغيونيش هما تنحبكمش الحماق عليكم حيت بسببكم عشان تنزيد نخدم وتنزيد نتقاتل، حيت هذاك اللي غادي ينوض يسبني تيكون غير مريض نفساني. انا الحمد لله واخا هكاك ولد الشعب وداير شي حاجه جايب واحد الدخل ديالي واصل واحد حاجه، اما هذاك اللي تيسبني تلقاه مسكين مقابل غير تيليفون تيقول لهم عطيني 5 درهم باش ندير كونيكسيون، ولا هذيك مسكينه مريضه نفسانيا ديك البنت كازها في الدار كتقول لها ما نوضيتش قاي كتقول لها لا علاش باش تبقى تشد التليفون وتسب واحد الناس كيديروا واحد المحتوى، يعني تيكون مساكن الله يعالجها شاف فيهم الله يعفو عليهم. زريقه شنو بغيتي تولي؟ زريقه عنده بزاف ديال الطموحات، يعني طموحات كبيره بزاف ماشي طموحات قصيره، باغي يوصل لشي حاجه اللي سميتها العالميه، وتا حاجه مو مستحيله، حيت المستحيل كلمه ما نطقوهاش في القران الكريم، يعني اي حاجه بامكان الانسان يوصل لها خاص غير يشيق في خدمته، وخاص بعض المساعده من المسؤولين المغاربه اللي يشيقوا في الشباب
حيت كيف ما تتشوفوا يعني من والو تنصنعوا بزاف د الحوايج، من والو قدرنا نكسبوا واحد الحب كبير ديال بزاف الناس، من والو قدرنا نوصلوا دي ميساج اللي عشقوا بزاف ديال الشباب، اي اننا تعطينا فرصه وتعطينا واحد الدعم غنقدروا نوصلوا بزاف ديال الحوايج.